الشهداء لتونس وللحركة الديمقراطية والتقدمية من الفاضل السياسي إلى شكري بالعيد بكامل مواضيع وثلاثات حاضرين في كل المحافظات الإدارية وفي كل ساحات النظام. اليوم حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد عنده مكانة خاصة عند مناضلين ومناضلات المسار الديمقراطي الاجتماعي وقوة سياسية نراهنوا عليها في بناء الجبهة المدنية والديمقراطية الواسعة. وإن شاء الله في المستقبل تجمعنا قدرات مشتركة كما جمعنا في السابق وتقاطعات أكثر فأكثر. وفي هذا الاجتماع يسعدنا استقبال الرفيق زياد الأخضر الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد صدق زياد لأصدقائنا في المسار ولضيوفهم الكرام ولكل الحضور اللي نشكرون أولا على وقوفهم معنا وتضامنهم معنا في المحنة التي تعرض إليها حزبنا وتعرضت إليها تونس يوم 6 فبراير حدث اغتيال الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد الشهيد شكري بالعيد. نعلم جيدا أن كل الحاضرين هنا يوم 6 فبراير كانوا في حالة حزن شديد وفي حالة حيرة على مصير تونس وعن مسار العنف والإرهاب الذي انفتح في وجه بلدنا وشعبنا. نعرف الحرقة اللي تعتمد في قلوب المناضلين من أجل أن تتوحد قوى التقدم والديمقراطية في وجه المد الضلالي الرجعي الزاهر على تونس. لكننا من موقع المسؤولية من موقع تحمل مسؤوليات النضالية من موقع تفاؤل إراداتنا وتشاؤم عقولنا نقول اليوم في الساحة السياسية تكونت جبهات حزب وطني ديمقراطي موحد مع طيف آخر من القوى السياسية في تونس يشكلون اليوم قوة اسمها الجبهة الشعبية. يراهن الرجعيون الحاكمون لتونس اليوم على تفكيك الجبهة الشعبية وعلى تفكيك كل من يقف في وجهه ووجه مشروعهم. نحن نسفر أحلام هؤلاء. نقول لكل من يبغي وكل من يعلم من أجل أن يفتح الجبهة الشعبية نقول هذا معطى اليوم أصبح راسخا في الواقع. واليوم مرمت الجبهة الشعبية أن تنفتح وأن تجد التقاطعات الضرورية واللازمة من أجل أن تقف في مجرى مشروع الإرهاب والرجعية الوهابية المدعومة من رجعية قطر اللي هي بيدها مدعومة من أسياد ومقررين الأمريكان. رفاقي وأصدقائي أصدقاء رفيق الشهيد شكري بالعيد، لا معنى للديمقراطية
الكرامة إذا غاب مفهوم السيادة الوطنية. ولذلك احنا اليوم كيف يحصل تحديث على مشروع حزب حركة النهضة، هذا الحزب الرجعي العميل اللي خاين من وطننا الشعب، ما نجموش نحكيو على المشروع هذا خارج أن يلتف التونسيون جميعا حول محاور أساسية، منها تعزيز سيادة تونس واستقلال قرارها الوطني. حديثنا اليوم يحصل في خضم مسار ثوري انطلق من 17 ديسمبر ومن قبله من انتفاضة حول المنجم المجيدة. هذا المسار ألقى على عاتق القوات التقدمية والديمقراطية والثورية جملة من الإذهان، لخصها شعبنا في شعار بسيط: شغل، حرية، كرامة وطنية. هبت فيه جماهير ضحاوا من أجل شباب تونس. هذه مهمة قدامنا، مهمة معاكسة لمشروع آخر، مشروع يعتقد أنه يملك مفاتيح و البتينة نتاع هويتنا العربية الإسلامية، ويريد أن يعيد تشكيل المجتمع وفقا لعقيدة لا تمت لشعب تونس ولتراثه ولحضارته بصلة. على القاعدة هذه التوانسة الكل نجم يتجمع ضد هذا المشروع. رفاقنا وأصدقائنا، بقدر إصرارنا على السلم المتحدين فإننا نرى مخاطر الطريق، وإننا نرى الاختلافات، وإننا ندعو الجميع بما فيهم احنا ان نتحمل مسؤولياتنا بكل جديه في المسار الثوري بتاع تونس، حتى نتجنب كل ما من شأنه ان يفرق صفوف الديمقراطيين والتقدمين في بلادنا. ونعرف ان ثم اخطاء صغيره جدا ينجم يستغلوها اعدائنا. نحن ندعو انفسنا وندعوكم الى مواصله العمل وتوضيح الرؤية وتعزيز الجهود وتعزيز العمل القاعدي وجملة التقاطعات اللي نحن فيها من أجل أن نلتقي بهذا العمل إلى أفق أرحب. أعلم جيدا أن الزمن غير محايد، لكن ذلك قدرنا أن نعمل ونحن مختلفون على تعزيز المشترك بيننا والمضي به إلى أقصى مدى يحفظ أمن تونس ويدفع بالمسار الثوري إلى نهايته الضرورية إن هذا شعب تونس واللي قدم من أجل الشهداء. المجد والقنوط لشهداء تونس، العزة لتونس. إلى الأمام، إلى الأمام والانتصار.